السلام عليكم. الضيف ديال حلقة اليوم نوضها وشعلها، ما تمشوش بعيد باش نشوفوا جميع اش دار حمزة حجي في هذه الحلقة. والله شنو ناكلك يلا، والله شنو ناكلك يلا، سير اصاحبي شو واش منيش، شو واش منيش، والله سلخت شو واش منيش، سير اصاحبي صوب لك برويطه اخويا ديالو خليك في الباب حالاته. الطوموبيل هذيك والله شي برويطه ولا شي بحالك. وقف خويا السنان، وقف لي السنان، ها سير سيفني حسن. حسن مرحبا، صافي وقف لي السنان. شنو عندك اخويا في المشكل؟ شنو عندك في المشكل؟ فينونج. مرحبا. مالك يا ياسر؟ مالي والو، قلت لك يلا عشيري. ما فهمتش ما فهمتش العميل. يلا يلا عشيري، نتيها في راسك. انا شتي نسيت نخدم لي، نتيها في راسك. وانا خدام، انا شنو قلت لك؟ شي لعيبه. لا لا ماشي انا بقيت نسامي اللي حشيري دخلت. شيني دخلت من لي وقلت لي راه هادشي علاش انا دويت معاك. قلت لك بالي يا حبيبي، حيت فيما كتب لك شي لعبه كتمشي كتدخل. ياسر شنو تقلب ياسر؟ وهذاك الشيء اللي كتقلب عليه كنقلب. انا ماشي غنتضارب معاك واقيلا نتاعي، راه ما عرفتش. وتسير ماشي غنتضارب معاك واقيلا. بالي خدم الخدمه ديالك الله يسهل. وهذا تقلب على شي حاجه الله يعلم. مرحبا مرحبا. كمالك صح خويا، انا ما عارفش والله ما عارف، والله ما عارف علاش كاش قلب خويا. خص راسك وسير وقف لي اخويا، واش معانا الله ما تخوفش الموضوع. عم سير وقف لي، انا ندير لك فيدونج نبينا. كيفاش ما داخلين الحكام؟ علاش جدوا معاك شي واحد اخويا؟ من واش معاك اخويا مول؟ انت نقصت اللي ماشي معانا. انت كتقول لي بعدا ونزلت في التميسير اللي وقف مالنا. وصافي انك وقف لي، مالك اخويا؟ ما عجباش مش ما احترام ما والو. وانا ماشي ليا ما فهمتش، انا ماشي ليا ما فهمتش. انت بعد لقيتيني لقيتي الدري صاحبي. والله ما تدخلش بيناتنا، ما تدخلش بيناتنا. وقف لي اخويا، العياقه بعدا كاين، ما فهمتش انا ما نعرفش. ما عرفتش اخويا يا ربي السلام. كيفاش هي قول العوا؟ مالك اخويا؟ مالك اخويا؟ انا ما هضره ما والو. كيفاش لا ولا واش منيش؟ ما هضره ما والو. ماشي بحالك عياقه، ما هضره ما والو. معايا في فمك، كنهضر معاك في فمي. شي حاجه اخرى وصلوا لها. ما هضره ما والو. ما هضره ما والو. ما خصهاش الهضره. واش منيش؟ منيش؟ تتكاعد شويه كاعد. دغيا من الديبار بحال مكا راه كاعد. وضربتني النفس عليك. ضربني النفس ماني داير درينات انا. ضربني النفس. قادا واش معنى كلمة العياقة ها؟ والله ما قادا ويلا. ضربك النفس عليا انا. ضربك النفس عليا انا داير درينات انا. تما انا قال صاحبي غنبقاو ديما نبقاو نتناقلوا بحال العيالات. راني حلف شوف والله والله الحلف ما ندير فايدتي. وغنخليك واقف هنا. وحك عليا في لحيتك شم. يلا بالي خدم اصاحبي. انت اللي كتوصلنا لهاد العيد. حتى ماشي ليا والله ما نكذب. خلي بالي من السؤال ما يسواش من هاد الطريقه هادي. واحد يجي منك ولا ما عرفتش كيفاش. اشغل فيه؟ انت شكون انت اللي سوالي ما سواش؟ عرفتي شكون انا بعدا؟ ما كنعرفكش. وانت سير الله يعاونك سير. كيما سير الله يعاونك شنو اللي سوالي؟ وين جاي بحال ما تضارب معايا اصاحبي. اشتي بحال ما تضارب معايا. ونموت معاك ماشي نضارب معاك. نضارب معاك في الصحف انا. سمالك اصاحبي. سير اخويا وقف لي اصاحبي. خدمتك عشيري، خدمتك عامل وين كنتلاقاو؟ كتشوف راسك كيداير انت؟ واش كتشوف راسك كيداير انت؟ سير اصاحبي سير. شوف راسك انت كيداير وشوف راسك كيداير. بقاو تهزوا على الخاوي خويا وقف لي الله يسهل. كيفاش الهضره ما تعجبكش؟ كيفاش الهضره ما تعجبكش؟ قولها اصاحبي قولها. قول هذيك الهضره، قول انا باغي تقولها. صافي اخويا. قول انا باغي تقولها، ما تخلعنيش انا. سير اصاحبي وقف. راه ما غاتخلعنيش، باش تكونوا فاهمين. ما كاينش شي واحد تيخلع شي واحد، راه ما كايناش العالم. هو صافي انت عارف شي انا ما تخافش ما تندغلش. وانت راك مالك تاكلها؟ مالك تاكلها؟
مش راه كتكتب واش كتاكل ولا غاليه غاليه سير خدام. راه كتسمي انه راه غاليه يعني راه ما يقدش عليها راه ما يقد عليها. غاليه غاليه حسين حسين يلا خويا اسامه اسامه سير خاك حالاتك انت اسامه نكملوا هذا صحابته كيما تصاحبي كيما تدويش اصاحبي وما تدويش معانا ما مالك اصاحبي شحال ترفع علينا من قبيله مالك صمرنا لك شي عينه صمرنا لك واش جبت له الصداع انا واش جبت له الصداع واش جبت له الصداع انا شحال طنشي هذا راه شحال طنشي هذا شحال طنشي بزاف شنو دابا تتشحم ليا بغيتي ندير عليك يدي واه كنت مش بغيت ندير عليك وسميك راه شحال ندير عليك انت غتسلخني انت والله تنسلخ انت غتسلخني والله تنسلخ باش تسلخني والله تنسلخ باش سير اصاحبي وفين النية باش أنا خدام خدام مين وزي ما قدمت ليش ترى الفلوس وانت فين هادي راه بقاش تلعبني يا صاحبي بقاش تلعبني والله شناكلك يلا والله شناكلك يلا سير اصاحبي شوش من نيشك 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 اش منا في العياقه؟ اش منا والله نعفك يلا والله نعفك يلا تسمع لي في ربيع ان شاء الله اه حطيت لي انت بحال صاحبتي جرايتني بحال صاحبتي ملي كتكون غضبان ضربتني نفس حياتك اش منا في العياقه؟ اش منا واحد مضروب اش منا 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 شو مش مني شكا ما درنا لك والو ما درنا لك والو كنت ما درنا لك والو انا حطينا حاجه في الدنيا انا حطيت عليك يدي انا واش اسمو الصيفاش كنا بغينا نضاربو كنا ضاربنا صاحبي انت دابا تنحتي يدك تحتي انا صاحبي تحتي يدك انا صاحبي تحتي يدك تبعتينا صاحبي تبعتينا صاحبي تبعتينا صاحبي لا شوف لا شعل يا صاحبي كمل لا واش عارف نوس حي ولا مين جا واش عارف نوس حي ولا مين شي كنت عارف يا لي عينك تما زيد انا ما عند انا من انا من عجبك الله يعني انا عجبك انت انا الولي اش مش انا يعد اللي عندك نحيدهم لك والله نحيدهم والله نحيدهم لا عليك الزغبان لا طبيعي ضارب عليك شويه ما بقاش هذاك الشيء ضارب عليك شويه ما بقاش ضارب عليك شويه انا نعجبك انا الولي انا غنوري لا دفعنا برا حتى والله ما نسق الهوا يلا لاني انا نوريك لاني هاي كديرة لاني انا وجه الناس وانا غنشوفو معايا انا دابا لك لاني وانا غنشوفو معايا دابا انا ما بقاش في الصيفين شي انت والله ما خرجتش من هنا اليوم وينت لا فقرات تعيرني امي ابهدلنا كاع علي سليم اعزنا عندي علي سليم بقى لي ما والو معاه فلان شفت معاك الحاجه اللي خصني نشوفها شفتها معاك وانا غادي حط عليا النساء حط عليا في الشو نيجياس الله واخا نيجياس الله واخا ماشي يا الله واخا ماشي نيجياس وما تخش وسخ يلا انا نعمل يلا انا نعمل يلا لا صاحبي ولا صاحبي الوالدين لا صاحبي ولا صاحبي الوالدين لا صاحبي وانت اش درت لك هادشي يا صاحبي سير صاحبي يا صاحبي ولا صاحبي الوالدين ما يتعايروش الوالدين ما يتعايروش الوالدين ما يتعايروش وانت الوالدين ما يتعايروش مالك عايش هو صاحبي كاع صاحبي يا صاحبي شحال من شي حاجه هو صاحبي حشومه صاحبي انا مش فاضي وينك كتبان لي يا صاحبي ما كتبني بحال شي كيكه ما درنا والو اصاحبي والو ما درنا اصاحبي شو ما صاحبي غنضرب انا غنضرب غنضرب دابا حيد من يلا اش اش مالك اصاحبي تخرج معايا حيد حوايجك واش تخرج معايا وغنسلخك شتي انت غنسلخك غنسلخك لك ما كانت سير سير وحبيبي يا صاحبي كبر عقلك يا صاحبي كبر عقلك واخون وغنمحلك وصافي صافي ومحنتي محنتي انا سلختي صافي تمحن تمحن سلختي صافي سير يا صاحبي ضربتيني وفعشيني وصرفقتيني وعيشتيني وانا فيها عرفتي كله درتي مصيبه تحت
عشر في لا تتنعم واحد ما يجيبوش الساعة يلا في السياسة والله نجي واش هنا صاحبي غنوعدك انا واقف انا ما تنفعنيش انا ما انا والله شوف يعني ابو صيب صافي خدمه صاحبي غتخرجنا من الرونت نتاعك انا في الخمس ديال المكان خرجها خرجها كامل وهرسها وهرسها وانت غنسرخ وغنسرخ هذا حي هذا وين قسم معاك من شديك صافي خويا سير تري سير تري وصاحبتي واو مع حنا ودي حنا مع وحدين صافي وجه الصياد خمسين متر كشكش عليك انت السلسة دابا عايشين بخدمة مسخور عايشين بخدمة صوت لك مروط اخوي ديالو خلي يشد بحالاته الطوموبيل هذيك انا خارجي مروطه يا سيدي بحالاتك لا صاحبي لا صاحبي لا صاحبي لا صاحبي لا لا صاحبي 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 لا واه الله يخلي لك الميم لا 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 حسن تا هو انا غادي نوريك تا هو يا خلاص عيان صحتك عيان والله العظيم شعلتيني يا شيري واه الله يخليك الميم هادي هادي الله خويا انت ضربتني النفس عليك صاحبي ولقاك صاحبك ولقاك صاحبك والله كله دايرين فيك خويا كله دايرين فيك والله ان شاء الله والله يبارك فيك الله يبارك فيك مشاهدينا كيف ما عشتم على المقلب ديال اليوم اللي كان الضحيه ديالو حمزه حجي حمزه اول حاجه اللي بغيناك تقول للمشاهدين كيفاش عشت هذا المقلب ولكن قبل منا كيفاش جيتي بعد هنا لهاد لاطول وهاد لاطول يا خويا انوار عيط لي السيده واحد السيد حسن تنعرفو قال لي والو غادي تمشي غادي دير الفيدونج للناس صحابي عندهم راه جابوا واحد برودوي جديد راه مزيان وهادي غتمشي دير الفيدونج عندهم قلت لي راه عيان شويه راه ما شكوى الله مع هذا البرد هذا قال لي لا والو غير سير قال لي سير غادي تهلاو فيك الناس وهادي واجيت لهنايا كنت الله فيهم انا ما نكذبش عليك انا يخرج هذا الصباح هذا عرفتي وشعلت والله الا شعلت بالله وتحيه للجمهور الكريم وعواش مبروك ان شاء الله في دونج فيدونج خاص فيدونج هذاك انا ندير لهم الفيدونج اخويا انا وحمزه كانت تطلب داك الاعتذار لا لا يا ودي الله يا اي سلوك هذا مجرد من اجل البساطه ومن اجل اننا نضحكوا شويه مع المشاهدين الكرام في هذا الشهر الكريم ان شاء الله مشاهدينا كيف ما عشتم على الحلقه ديال اليوم اللي كانت الضحيه ديال حمزه حجي الغني عن التعريف كنضربوا لكم موعد ان شاء الله في قادم الحلقات كيف ما العاده بنفس الجمله مع لاعب اخر ولكن نفس المقطع بارك عليك الى اللقاء بارك عليك اسمح لي انور اسمح لي اسمح لي الله يسهل عشيري اسمح لي كنبغي نقدم تحيه للمشاهدين الكرام وكنبغي نقول لهم رمضان مبارك سعيد الله يدخلوا علينا وعليكم بالصحه والسلامه ان شاء الله وطول العمر يا ربي وكنتمنى من الله سبحانه وتعالى انه يرزقنا ان شاء الله في هذا الشهر المبارك ان شاء الله لان الناس محتاجين ان شاء الله شي شتيوه يا ربي ادعيوا معنا كاملين ان شاء الله باذن الله تعالى وشكرا لكم جميعا